بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاه والسلام الاتمان الاكملان الاشرفان الانوران الاعطران الازهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى اله واصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم امين اما بعد كل عام وحضراتكم بألف خير، النهارده أول يوم في السنة الجديدة 2023. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها سنة خير وسعادة وبركة على جميع المصريين، وعلى جميع الناس في كل مكان، وأن يجعل العام المنصرم شاهداً لنا لا علينا. بقول لإخواننا الأقباط شركاؤنا في الوطن. كل عام وانتم بالف خير بمناسبه ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى سيدنا محمد افضل الصلاه واتم التسليم. لسه مكملين مع حضراتكم الاداب الاسلاميه وكنا الحلقه اللي فاتت بنتكلم عن اداب الطريق والنهارده هنكمل اداب الطريق خدنا اول ادب من اداب الطريق غض البصر. اتنين كف الاذى ان تكف اذاك عن خلق الله عن كل الخلق لا تؤذي احد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ان انت تكف اذاك عن الناس هذا من الاسلام بل من ديدن الدين انت لا تؤذي احد لا تؤذي الناس وقلت قبل كده والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يبقى لا تؤذي خلق الله لان من اذى الخلق فانه يغضب الله جل وعلا وعندنا الحديث بتاع المراه التي كانت تصلي وتصوم وتتصدق بتصلي الفرض وتكثر من صلاه النفل وتصوم رمضان وتكثر من صيام النوافل وتزكي تؤدي الزكاه وتكثر من الصدقات لكن كان عندها مشكله كانت بتعمل ايه؟ كانت تؤذي جيرانها بلسانها. فذكروا ذلك لسيدنا رسول الله فأم سيدنا النبي قال لهم إيه؟ هي في النار وذكروا له امرأة أخرى بتصلي الفرض وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة ولا تكثر من النوافل يعني بتؤدي الفرائض فقط ما بتكترش من النوافل زي الأولى وتحسن إلى جيرانها فأمسدنا سيدنا النبي قال إيه؟ هي في الجنة ليه بقى قال ألسنة الخلق أقلام الحق قال أنتم شهداء الله في أرضه اللي نشهد له بالخير فهذه الشهادة في ميزان حسناته لما مرت جنازة على سيدنا النبي والصحابة أثنوا على الجنازة خيرا فأم سيدنا النبي قال إيه واجابت مرت جنازة ثانية وأثنوا عليها شرا فأم سيدنا النبي قال إيه واجابت فقالوا ما وجبت يا رسول الله في المره الاولى قلت وجبت وفي الثانيه قلت وجبت ايه الحكايه قال هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنه وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار انتم شهداء الله في ارضه وورد في الحديث ان لو مات مسلم وشهد له اربعه من الجيران بالخير قال الله جل وعلا للملائكه اشهدكم يا ملائكتي اني قبلت شهادتكم فيما تعلمون وغفرت له ما لا يعلمون قبل شهاده الخلق فيما يعلم في الظاهر والباطن الأشياء الخفايا التي لا يعلمها أحد غفرها الله له بشهادة الخلق له بالخير فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحسنون إلى الخلق ولا يؤذون أحدا اللهم آمين فاصل وارجع لحضراتكم تاني خليكم معايا وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على اجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولى رجعنا لكم تاني ولسه مع آداب الطريق قلت لحضراتكم إن من آداب الطريق غض البصر وكف الأذى وأيضا يندرج تحت قول النبي كف الأذى إن إحنا لا نؤذي الناس لا يعني واحد يأكل في الطرقات أو يلقي الكاذورات في الطرقات أو واحد يتبول أو يقضي حاجته في الطرقات نهى الاسلام عن هذا الامر في اماكن معينه لقضاء الحاجه حتى في القران او جاء احد منكم من الغائط اي المكان المجهز لقضاء الحاجه فيه لما تقضي الحاجه في طرقات الناس هذا ايضا مما يؤذي الناس ايضا من ضمن اداب الطريق رد السلام ربنا يقول لنا في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها يقول لك السلام عليكم قل له عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني لو حد حياك بتحية حييه بتحية أحسن منها لذلك من حق المسلم على المسلم رد السلام ويمكن انا قلت قبل كده ان يسلم الكبير على الصغير يسلم المار على القاعد يسلم الراكب على الماشي تسلم على اللي تقابله لان سيدنا النبي قال لنا في الحديث ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام. يبقى ايضا من اداب الطريق ايه؟ رد السلام ان انت تسلم القي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. طيب من ضمن اداب الطريق ايضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وده من خصائص الامه المحمديه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله من خصائص الامه المحمديه انها بتعمل بالمعروف وبتنهى عن المنكر من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف الإيمان طب إحنا بنشوف منكرات كتير في الشارع يا عم الشيخ ولا أستطيع أن أغير بيدي ويمكن لو تكلمت بلساني يبقى يحصل بيني وبين الناس تنابز بالألقاب والناس تزعل ويقول أنت مالك خليك في حالك يبقى ننكر المنكر حتى ولو بالقلب ده أقل القليل أن أنت تنكر المنكر ولو بالقلب هذا من خصائص الامه المحمديه، طب الامر بالمعروف مثلا انت رايح تصلي في الجامع وجدت الشباب واقفين باسلوب حسن هين لين زي ما كان سيدنا النبي بيتعامل فبما رحمه من الله لنت لهم ما يبقاش عندك فظاظه وغلظه وقسوه في التعامل وشده ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عندنا منهج اسمه منهج نبوي منهج منور منهج رحماني منهج نوراني قائم على الرحمة واللين يلا يا شباب بسم الله نصلي يلا ندرك صلاة الجماعة في المسجد قاعد مع جماعة أصحابك كلهم يلا نقوم نصلي جماعة هو ده الأمر بالمعروف يبقى آداب الطريق غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من آداب الطريق هدايه السائل اذا سال واحد بيسالك عن مكان معين او عنوان معين تدله على هذا العنوان او هذا المكان معك عربيه وماشي في طريق والجو شديد الحراره وحد يعني بيشاور لك وانت واقف او انت ماشي بالسياره خليه يركب معك هذه زكاتها زكاه السياره ان توصل الناس ان انت تساعد الناس وجدت ست كبيره او رجل مسن بيمر الطريق تقف في الطريق حتى يمر الرجل الكبير الرحمة من لا يرحم لا يرحم عايزين نطبق أخلاق الإسلام وآداب الإسلام تطبيق عملي مش نبقى بنقول كلامه بس لا من لا يرحم لا يرحم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء من رحم الخلق رحمه الخالق اللي يرحم خلق الله الخالق يرحمه سبحانه وتعالى نسأل الله أن يؤدبنا بأدب رسول الله وأن يخلقنا بخلقه اللهم أمين دي بعض أداب الطريق نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يقولون فيفعلون اللهم آمين هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على اسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولى رجعنا لكم تاني ومع الفقرة الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين ورد إلينا سؤال من إحدى المشاهدات الكريمات تقول فيه متى يستحب السلام ومتى يكره وما حكم الرد على من سلم؟ اقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد ان السلام مستحب على من عرفت ومن لم تعرف. القي السلام على من عرفت ومن لم تعرف وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصل الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام شوفوا الهدي النبوي الشريف افشاء السلام بيدخلك الجنه وقال جل وعلا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا يعني لو حد القى عليك السلام حياك بتحيه حيه بتحيه احسن منها شوف احنا ديننا دين الاسلام وتحيتنا في الدنيا السلام والجنه فيها دار السلام وتحيه اهل الجنه في الجنه السلام الله يسلم على عباده سلام قولا من رب رحيم والنبي يسلم على امته سلام عليكم بما صبرتم والملائكه يسلمون علينا في الجنه سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وتحياتنا بيننا وبين بعضنا السلام تقول السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يبقى ده مستحب ان انت تسلم على كل الناس طب متى يكره السلام هل في اوقات يكره فيها ان انا القي السلام اه في اوقات مكروه فيها ان انت تلقي السلام زي مثلا خطبه الجمعه تداخل المسجد في في يوم الجمعه والشيخ بيخطب والناس قاعده تنصت للخطيب وتستمع يكره ان تسلم على الناس في المسجد يكره ان تسلم على المؤذن وهو يؤذن يكره ان تسلم عند اقامه الصلاه يكره ان تسلم على قارئ للقران بيقرا يبقى استمع يكره ان تسلم على انسان في الصلاه يبقى دي اشياء اوقات يكره السلام فيها انما السلام مستحب في غير ذلك في الطرقات في الشوارع في الاماكن العامه في اماكن العمل تسلم على الناس والناس يسلمون ايه يسلمون عليك حتى لما مر يهودي على النبي بل السام عليك يا محمد السيدة عائشة غضبت قالت بل عليكم أنتم معشر يهود فسيدنا نبي الله يا عائشة كان يكفي أن تقولي وعليكم إنما يستجاب منا ولا يستجاب منهم ربنا يتقبل منا ولكن لا يتقبل منهم الدعاء السام بمعنى اللعنة أو الموت فكان اليهودي بيقولها دعاء على النبي فالسيدة عائشة ردت عليه فالنبي قال لها لا تقولي هذا قولي وعليكم نما يتقبل منا ولا يتقبل منهم طيب وحكم الرد على من سلم يجب عليك أن ترد السلام على من سلم عليك لأن من حق المسلم على المسلم إيه رد السلام نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه ويجعلنا ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم آمين يا رب العالمين شوف حضراتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته